وبحسب النتائج شبه النهائية بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات، استحوذ حزب العدالة والتنمية على أكثر من 49% بحصوله على نحو 23 مليون صوت تقريبا، وجاء حزب الشعب الجمهوري في المركز الثاني بنسبة 25%، يليه حزب الحركة القومية بنسبة 11%، وأخيرا حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد بنسبة 10%. وبحصول حزب العدالة والتنمية على 316 مقعدا في البرلمان، سيكون بمقدوره تشكيل حكومة منفردة. وقد عمت الاحتفالات العديدة من مدن تركيا ابتهاجا بفوز حزب العدالة والتنمية، وتجمع آلاف الأتراك أمام مقر الحزب في اسطنبول احتفالا بالفوز. ومعنا من اسطنبول مراسلنا أحمد غنم. أحمد، حزب العدالة والتنمية كان يسعى لإعادة هذه الانتخابات للحصول على الأغلبية في البرلمان، الآن كيف يمكن أن يستغل هذا الفوز؟ في الحقيقة خالد، أن حزب العدالة والتنمية حقق أكبر مكسب، وهو أن يشكل حكومة بمفرده بدون اللجوء إلى حكومة ائتلافية والتعاون مع أحد من أحزاب المعارضة. هذا أكبر مكسب، وهذا ما كان يسعى إليه في الدرجة الأولى. أما تعديل إصلاحات دستورية أو اللجوء إلى تغيير الدستور، لن يستتمكن حزب العدالة والتنمية العمل بذلك إلا باللجوء إلى أحد أحزاب المعارضة، كون أن التعديلات الدستورية تتطلب الرجوع موافقة 330 عضوا أو برلمانيا، بينما تعديل الدستور بشكل كامل يتطلب وجود 386 برلمانيا. أما بالنسبة للقضايا الداخلية ما يخص السياسة الداخلية، فحزب العدالة والتنمية سيستمر خلال العشر سنوات الماضية كما يتبع سياسة داخلية اتجاه الاستثمارات الاقتصادية واتجاه المصالحة مع الأكراد. من المتوقع أن يستمر في هذا، ومستغلا وجود أكبر كتلة برلمانية لديه لأخذ الموافقة لاستمرارية المصالحة مع الأكراد، خاصة أن موضوع الاضطرابات الأمنية كان شاهدا خلال الأشهر الماضية، فبالتالي سيتعامل مع ملف حزب العمال الكردستاني بشكل حاسم على ما يبدو. هكذا تبدو خاصة الصحف اليومية أكدت أن من أولويات حزب العدالة والتنمية سيكون التعامل بشكل حاسم مع الاضطرابات الأمنية. مراسلنا أحمد غنام كنت معنا من اسطنبول.